هنعمل براونيز باستخدام القرنبيط. ايوه هنعمل براونيز باستخدام القرنبيط، واوعدكم على ضمانتي الشخصيه، اعتقد في بينا من الثقه ما تسمح لي ان انا اقول لكم على ضمانتي الشخصيه مش هتدوق طعم القرنبيط فيها. مكوناتها ايه؟ معايا نص كيلو قرنبيط مفروم، يعني كيس مجمد لو عايزين، ولو انتوا جايبينه مجمد ببساطه هتاخدوه تحطوه في الكب على طول. معايا كمان ربع كيلو تمر منزوع النوى، معايا كمان معلقتين بذور شيا، 70 ملي ميه وافضل انها تكون دافيه. معايا كمان الكاكاو، زبده اللوز، وتقدروا لو سعرها مبالغ فيه تقدروا تجيبوا زبده فول سوداني بدلها. معايا كمان معلقه ونص بيكنج باودر، و40 جرام شوكولاته داكنه متقطعه، يا اما مبشوره كده متقطعه قطع زي دي، يا اما تشوكلت شيبس، يعني ايه اللي تبقى متوفر عندكم، المهم انها تبقى شوكولاته داكنه. بصوا هنعمل ايه. على فكرة على قد ما تبان انها مكونات كتيرة، لكن هي فعلا بسيطة وسهلة ومش هتاخد منكم وقت خالص، هي كلها بتخلص في محضر الطعام. بصوا هاخد القرنبيط المبشور، ولو هو مش مبشور هتحطوه هنا، انا بس عشان وقت الحلقة فما عنديش وقت ان انا اقعد ابشره معاكم، بس هو ببساطة هتاخدوا الكيس المجمد تحطوه في الكبة وهي شغالة. هبتدي اضيف التمر وشوية من المية بسيطة. هوقفها عشان حاجتين، اول حاجه زي ما متفقين لازم ناخد بالنا من الاجهزه بتاعتنا فبنريحها في النص، تاني حاجه ان احنا الجوانب بتاعه الفود بروسيسور اللي بشتغل فيه محتاجه ايه انزل اللي فيها، اديها ضربه كمان وبعدين انزل بالسائل تدريجي. ممكن ابتدي على فكره انزل بالسوائل اللي عندي كمان. نزلت بالبذور ونزلت خلاص كده كل حاجه، فاضل لي زبده اللوز او زبده الفول السوداني ايا كان اللي تفضلوه او اللي متوفر يا جماعه. وبعدين اخر حاجه هنزل، لا خلونا نديها ضربه وهي بتتضرب، انا هخلط الروافع بتاعتي البيكنج باودر مع الكاكاو وانزل بيهم بالتدريج او بعد بس ما زبده اللوز تتضرب كويس. هنا بقى نقدر نقول امتى هتتحكمي في القوام. تضربي زي ما تضربي، عايزه تضربي لحد ما يبقى بيست يبقى معجون تمام، عايز تضربي تسيبي فيه قطع كده بحيث يبقى في حاجه تتمضغ وانتوا بتاكلوا تمام، دي حاجه ترجع ايه لذوقكم الشخصي وكمان لصبركم، لان هو بياخد ايه مثلا 5 دقائق 7 دقائق ضرب، فانتوا وايه طولت بالكم. انا مره اعمله كده ومره بعمله كده، على فكره في الحالتين بيطلع طعمه لذيذ جدا جدا. سيبوش ايه ولا فتفوتة، لانه هي يعني فعلا طعمها حلو، وعشان حرام اللي بيفضل هنا ده، بس عايزه اقول لكم على حاجة، اللي هيفضل هنا ده عادي ممكن، عارفين لما يجيبوا في الافلام كده الام وهي واقفه بتجهز البراونيز ومفيش اي حاجه مش نظيفه في المطبخ والولاد شكلها فله ومستحميه ومفيش اي حاجه ولا في دقيق في اي حته، بعدين يبتدوا ياكلوا اللي فاضل في البوله نيه كده، دي بقى ينفع تاكلوها نيه فعلا لان هي مفيهاش بيض. انا غالبا كان بيبقى تعليقي على المشهد ده دايما في الافلام والمسلسلات انه هو انتوا بتاكلوا البيض نيه يا جماعه، بعدين ايه عشان دي مفيهاش بيض ني، فممكن عادي جدا ايه ان انتوا تدوقوها تعملوا نفس المشهد اللذيذ اللي بيعجبنا كلنا. معرفش بيعجبكم كلكم ولا لا، انا كان زمان بيعجبني بس مش فاهمه هو
البتاع ده مستوي ولا ايه. هاخدها ادخلها في فرن سخن على درجه حراره 180 شغال من تحت بس مش من تحت وفوق. لو عايزين على فكره كمان استنوا نسينا نحط شويه دول كده على الوش يدوا شكل، يدوا شكل لذيذ قوي.